أجل اللي من سالم. من سالم؟ من سالم شو ماله؟ عنده شغلات تراثية في بيته، بده حدا إنه يعني بلكي ببعض هاي مقتنيات تراثية فلسطينية بعتقدر بعمل فيها معرض بفسر شو والله؟ أنا بقول إنه يعني بس كنا أخذهم يشوفوا بيته إذا بحكي مع سالم. كانوا مش تبعين مش تراث لا لا بدوش شيء، هو هذا بدوش يبيع والله، وبده حدا إنه مثلاً عشان بقول انا بيتي صار زي المخزن وانا ما بديش افرط فيها وما بديش ابيعها، بدي يعني مثلا لو وزاره الثقافه مثلا تحطها في المعرض عندها او تحطها في معرض محمود درويش الملكي. هو بدوش يبيع، فانه انا حكي يعني بنادي شو بدنا نوجه شغلات هون، بس فيها كثير شغلات اكثر.